انتوا بخير وربي يحفظكم. يعني ايش راح اضل اقول اسماء؟ يعني انا قاعد اسولف وياكم وتسالوني على شغلات اللي تريدون تعرفوها، لو اضل اقول اسماء حسستوني ناصح ناصح عالم على سنة. والله قلت لك اني يعني انا قلت لك ما يعني على شنو الانسان يتكبر؟ يعني بالنهايه احنا كلنا بشر، ما حل يعني يتكبر ويشوف نفسه، هذا راح يصعد بسرعه وينزل بسرعه، يعني ما راح يصير له اساس. انا عندي قابليه، يعني مثلا نجاح الفنان مو جمهوره يصير 100%، اذا حبوني 25% واقتنعوا بفني اظل اشتغل على 25% لحد ما انجح واسوي شيء ببالي واحقق شيء، والحمد لله يعني ما عندي شيء مسيئاني، كل اعمالي صح. واذا تسالوني على عمل اشرح لكم شلون سويته وشلون صار، راح تقولوا لي ما شاء الله عليك يعني بالشغل. بعد مره طفي شغله، بعد مره ايه تمام شيل. ابو بدر حاليا باوروبا، واني هم احبكم والله، ربي يحفظكم ان شاء الله. والله ما اعرف تفاصيل على البوم نور، بس اعتقد هو الايام ينزل. بس اعرفك اعرفك بس انا اترك بعد شيء سهل. اطري استخدم اللوتش كابان البيلي من العود الجديد، واحب الشانيل والاصفهان، يعني كلش دميم استخدمهم، يعني اجرب غير عطور جديدة بس ارجع لهم، احبهم هواي. خلوا اسئلتكم عامة وحلوة، الاسئلة الشخصية يعني عفوها ما نحب نحكي بيها. السلام ورحمة الله حبيبي. ليش الفنانين كل واحد سوى قناة؟ هو مو غلط ان الانسان يسوي قناة، يعني اكو مثلا واحد يحب يشتغل اعمال اله خاصة، واحب البامية كلش. انا حاليا بقناة الريماس، فمن يسوي قناة واحدة يحب ينتج مثلا اعمال اله خاصة بي، فمو مشكلة طبيعي يعني، والريماس موجودة مفتوحة عليه، واحنا القناة يعني تعبنا عليها وسويناها وصرنا رقم مو بسهولة، يعني صار شغل سنين، يعني من مو اليوم والبارحة، وصادفتنا امور ومطبات، بس بفضل رب العالمين وصلنا شيء وحققنا شيء. يعني انا افتخر بنجاح الريماس، ومن اسافر برا واشوف شلون يقدرون الاغاني، شلون يحبون الاغاني، ومن اقول لهم اني فلان اغنيه عندي وفلان اغنيه، يعني والله مرات احس العرب يقدرونه اكثر من هواي، يعني يقدرونه ويقدرون الاغاني اكثر من بالداخل، يعني اكثر من بالعراق، لانه هنا احنا عندنا الموضوع لازم نسوي بيه شيء غلط، ماكو موضوع. ايش قد ما نكون انا اكون مسوي عمل صح وناجح وهذه تعبان عليه وصارف عليه وصار لي اشهر اشتغل عليه، يعني كل الاطراف متفقه عليه حلو، يجي تعليق واحد يجي يعلق يعني هو قاعد ورد.